بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بحضراتكم مجددا مع حلقة جديدة من دروس التعلم عن بعد في مادة الأحياء للصف الثاني عشر المستوى التأسيسي، ومع درس الإنعزال وتكون الأنواع الجزء الثاني. نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى استعراض أهداف الدرس. الهدف الأول: يقارن بين الثدييات الكيسية والثدييات المشيمية. الهدف الثاني: يفرق بين الانعزال السلوكي والانعزال التركيبي موضحا بالأمثلة. الهدف الثالث: يشرح دور الانعزال التركيبي في تنوع صفات النباتات. الهدف الرابع: يصف أوجه الشبه والاختلاف بين السنجاب الطائر والبوسوم المتسلق. نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى بعقد مقارنة بين الثدييات الكيسية والثدييات المشيمية، والتي تكونت بفعل الانعزال الجغرافي. أماكن الانتشار: تنتشر الثدييات الكيسية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، بينما تنتشر الثدييات المشيمية في النصف الشمالي. تمتاز الثدييات الكيسية بفترة حمل قصيرة، أما الثدييات المشيمية فتمتاز بفترة حمل طويلة مقارنة بالثدييات الكيسية. الجنين غير مكتمل النمو في الثدييات الكيسية، بينما هو مكتمل النمو داخل الرحم في الثدييات المشيمية. من أمثلة الثدييات الكيسية الكنغر والكوالا، أما من أمثلة الثدييات المشيمية الخفاش والفئران. الكيس الجلدي يتواجد أسفل البطن في الثدييات الكيسية، حيث يتغذى الجنين على حليب الأم. أما في الثدييات المشيمية لا يوجد كيس جلدي. لماذا؟ لأن الجنين خرج مكتمل النمو وقادر على الاعتماد على نفسه. انظر إلى الشكل المقابل، تلاحظ الكنغر وهو من أمثلة الثدييات الكيسية، الخفاش ومن أمثلة الثدييات المشيمية. بالرغم من الاختلاف بين الكيسيات والمشيميات، إلا أنهما يتطوران بشكل متوازي ويطوران أنماطا تكيفية متشابهة. اشرح العبارة السابقة موضحا إجابتك بمثال. حيوان البسوم المتسلق وهو من الكيسيات يشبه السنجاب الطائر وهو من المشيميات في المظهر بشكل كبير، ولكن كل منهما طور قدرته على القفز في الهواء بشكل مستقل عن الآخر. السنجاب الطائر، البسوم المتسلق، يلاحظ التشابه في المظهر بشكل كبير، ولكن قدرة كل منهما على القفز في الهواء تم تطويرها بشكل مستقل عن الآخر. ثانيا، الانعزال التكاثري يحدث عندما تتوقف قدرة أفراد النوع الواحد على التزاوج بالرغم من عدم وجود عازل جغرافي بينهما. أسباب الانعزال التكاثري: أولاً، الانعزال السلوكي، ويعني تغير في نمط السلوك التكاثري لجذب الشريك في موسم التزاوج. على سبيل المثال، التغير في إصدار أصوات أو حركات أو ألوان محددة لجذب الشريك. ملحوظة: يتغير نمط السلوك التكاثري بسبب الطفرات، أي تغيرات جينية أو التغيرات البيئية. الانعزال التركيبي، ويعني وجود حواجز تركيبية بين الأعضاء التناسلية في النباتات الزهرية. على سبيل المثال، ارتفاع مياسم النباتات أعلى من المتوك في النباتات الزهرية. ملحوظة: يتوقف التلقيح الذاتي ويحدث التلقيح الخلطي. في هذه الحالة
مما يضمن تنوع صفات النباتات باستمرار. اختبر نفسك، اذكر المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية: توقف قدرة أفراد النوع الواحد على التزاوج بالرغم من عدم وجود عازل جغرافي، الانعزال التكاثري، تغير في نمط سلوك التكاثر ويؤدي لتوقف التزاوج بين أفراد النوع الواحد، الانعزال السلوكي، نوع من الانعزال ينتج بسبب ارتفاع المياسم عن الأزهار وتوقف حدوث التلقيح الذاتي، الانعزال التركيبي. اذكر السبب العلمي: تتوقف قدرة أفراد النوع الواحد على التزاوج بالرغم من عدم وجود عازل جغرافي بينها بسبب الانعزال السلوكي والتركيبي. يتغير نمط سلوك التكاثر لجذب الشريك في بعض أنواع الكائنات الحية بسبب التغيرات الجينية مثل الطفرات، التغيرات البيئية التي تطرأ على المجتمع الحيوي. توقف التلقيح الذاتي وحدوث التلقيح الخلطي في بعض النباتات الزهرية بسبب الانعزال التركيبي الناتج عن ارتفاع المياسم عن المتوك. يلعب الانعزال التركيبي دورا هاما في تنوع صفات النباتات الزهرية بصورة مستمرة لأنه يضمن حدوث التلقيح الخلطي. إذن تتوقف قدرة أفراد النوع الواحد على التزاوج بالرغم من عدم وجود عازل جغرافي بسبب الانعزال السلوكي والتركيبي. يتغير نمط سلوك التكاثر لجذب الشريك بسبب التغيرات الجينية مثل الطفرات والتغيرات البيئية. يتوقف التلقيح الذاتي ويحدث التلقيح الخلطي في بعض النباتات الزهرية بسبب الانعزال التركيبي الناتج عن ارتفاع المياسم عن المتوك. يلعب الانعزال التركيبي دورا هاما في تنوع صفات النباتات الزهرية بصورة مستمرة لأنه يضمن حدوث التلقيح الخلطي. ناقش الفرق بين الانعزال السلوكي والانعزال التركيبي من خلال الجدول المرفق. الانعزال السلوكي والتغير في نمط السلوك التكاثري لجذب الشريك في موسم التزاوج. أما الانعزال التركيبي فيعني وجود حواجز تركيبية بين الأعضاء التناسلية. من أمثلة الانعزال السلوكي التغير في إصدار الأصوات أو الحركات أو الألوان لجذب الشريك. أما من أمثلة الانعزال التركيبي ارتفاع مياسم النباتات أعلى من المتوك في النباتات الزهرية. ادرس الشكل المقابل الذي يوضح متوك الأزهار أي الأعضاء الذكرية ومياسم الأزهار أي الأعضاء الأنثوية، ثم أجب عما يلي. يلاحظ في الشكل المقابل أن الميسم في موضع أعلى من المتوك، وبالتالي هل يحدث التلقيح الذاتي أم لا؟ فسر إجابتك: لا يحدث. لماذا؟ بسبب ارتفاع الميسم عن المتوك. إذا ما نوع الانعزال في هذه الحالة؟ انعزال تكاثري تركيبي. ما نوع التلقيح الحادث في هذه الحالة؟ التلقيح الخلطي. ما النتيجة المترتبة على هذا النوع من الانعزال بمرور الوقت؟ تنوع صفات النباتات الزهرية بصورة مستمرة. أي من الصور التالية تشير إلى الانعزال التركيبي ولماذا؟ يلاحظ الصورة B. لماذا؟ لأن الميسم أعلى من المتوك، إذن انعزال تكاثري تركيبي. استعن بالجدول المرفق لتقارن بين الثدييات الكيسية والثدييات المشيمية والتي انفصلتا بفعل الانجراف القاري. تعيش الثدييات الكيسية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بينما تعيش الثدييات المشيمية في النصف الشمالي. تمتاز الثدييات الكيسية بفترة حمل قصيرة
أما الثدييات المشيمية تمتاز بفترة حمل طويلة مقارنة بالثدييات الكيسية. الجنين غير مكتمل النمو في الثدييات الكيسية بينما مكتمل النمو في الرحم في الثدييات المشيمية. الجنين غير قادر على الاعتماد على نفسه في الثدييات الكيسية بينما قادر على الاعتماد على نفسه في الثدييات المشيمية. من أمثلة الثدييات الكيسية الكنغر والكوالا، أما من أمثلة الثدييات المشيمية الفئران والخفافيش. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، أشكركم على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.